ما هو الوسيط؟ الوسيط هو الشخص الذي تقام عليه عملية التنويم ويكشف عن الماضي والحاضر والمستقبل، ويعالج كثيرا من الأمراض ويقرأ أفكار الناس ويعمل العجب العجاب من الغرائب التي يصعب على الإنسان العادي تصديقها. والوسيط إنسان ذو روح خفيفة تنطلق بإيحاء من المنوم وتخضع له وتنفذ ما يريد. كثير من الناس يعتقدون أن الوسيط إنسان سلبي ليس له إرادة، لكن ليس هذا شرط، بل يمكن أن يكون هذا الوسيط من أبطال المصارع ومع هذا يكون وسيطاً جيداً، ويمكن أن يكون هناك شخص ليس ذو إرادة ولكن لا يصلح أن يكون وسيطاً، لأن الوساطة موهبة موجودة عند بعض الناس فقط وليس عند كل الناس. وهذه هي الصفات التي يجب أن يتحلى بها الوسيط: أولاً أن يكون ذو أخلاق حميدة، ثانياً أن يكون من الذين لا يتكلمون كثيراً، ثالثاً أن يكون عمره ما بين 11 إلى 16، رابعاً أن يكون صادقاً لا يكذب، خامساً أن تكون روحه صافية من كل الشوائب التي تشوش على الوسيط، أن يكون كف يده مفتوح لأنه علامة صفاء الروح، سابعاً أن يكون أهل الوسيط مقتنعين بهذا العلم. فإن وجدت أيها المنوم وسيطاً فيه هذه الصفات، فهذا هو الوسيط المطلوب الصافي الروح مستقبل الإيحاء الذي يمكن أن يعتمد عليه المنوم المغناطيسي، لأن جميع الأعمال التنويم المغناطيسي لا تصلح إلا بصفاء الروح، روح المنوم وروح الوسيط. عندها تلتقي روح المنوم روح الوسيط حتى يصلا إلى مراحل الكشف والجولان الروحي والسيطرة على الأمور التي يريدها المنوم من الكشف بالماضي أو الحاضر أو المستقبل أو علاج الأمراض أو علاج علل من بينها العلل النفسية أو نسيان حادث مؤلم أو تقوية الذاكرة أو السيطرة على أحلام الآخرين أو الكلام مع الجان والملائكة أو الأرواح وأشياء كثيرة لا تحصى كلها في الجولان الروحي. لأن الروح عندما تتحرر تستطيع أن تذهب أينما تريد من دون أي عائق، ويوجد بعض الناس الذين يستطيعون أن يناموا وحدهم من دون منوم مغناطيسي، ويستطيعون أن يعملوا العجب العجاب من أمور الجولان الروحي أو كما يقولون أمور الكشف، والجولان الروحي هو درجة من درجات الكشف وذلك على حسب صفاء الشخص، فمنهم من يرى الجان ومنهم من يرى الملائكة ومنهم من يرى خلف الحيطان ومنهم من يتحرر من جسده ويدور في الكون من دون أي عائق، وهذه أعلى أنواع الجولان، وقليلا جدا من الناس الذين يصلون إلى هذه المرحلة. ومن هنا نعلم أن التنويم المغناطيسي ما هو إلا جزء من علم الروح التي تحتوي الكثير من الأسرار التي لا تحصى. إذا أعجبك الفيديو قم بالاشتراك في قناتنا ولا تنسى أن تشاركه مع أصدقائك.